بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ما زالت احتفالاتنا ببطولة الدوري مستمرة، الدوري رقم 43 بالمناسبة. الدوري خلص بالنسبة لنا يعني كأهلوية، عندنا مباريات هنكملها لغاية يوم 26، ولكن بالنسبة لنا كأهلوية عايزين نحتفل، عايزين نتبسط، عايزين نبقى دايما مبسوطين بالدوري رقم 43. الأهلي بطلا لهذا الدوري، بس واضح ان في بعض ناس مش مستوعبة، في بعض الناس شايفة انه يعني، فبدل ما تفكر في مشاكلها او تشوف ليه ما قدرتش تنافس، حتى بلاش مش هقول تاخد الدوري، تنافس على الدوري، هما البعض متفرغ للسوشيال ميديا ومحاولات تشويه النادي الأهلي وكلام ليس له أي علاقة بأي روح رياضية، وليس له علاقة بالرياضة ولا كرة القدم بالمناسبة. الطبيعي لما يكون النادي الأهلي هو البطل للمرة 43، أكيد كل القنوات والبرامج يجب عليها أن توجه التهنئة للنادي الأهلي وتستعرض قصة نجاح النادي الأهلي والمصاعب اللي قابلها على مدار الموسم، هذا الموسم التاريخي اللي حقق فيه تقريبا خمس بطولات، أو مش تقريبا، خمس بطولات في أقل من 10 شهور.